السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة جايبة لكم حاجة كده خفيفة احنا بنحبها، معرفش معظمكم عارفة ولا لأ. اسمها ام الخلول. ام الخلول دي يا حبايبي انا جايبها امبارح من بلطيم. كنت ببلطيم واشتريت ام الخلول دي، في منها كبيرة هون وفي منها صغير، فجبت دم من الحبة دم، والله ما تتخيلوا قد ايه، 15 جنيه الحبة حلوين دم صغننين دم. ناس عارفينها وناس ما يعرفوهاش، ناس يعرفهم الخلود دي وناس ما يعرفوهاش. كان بتوع اسكندريه اللي على البحر، الناس بتوع اسكندريه هم اللي يعرفوها، بتوع بلطيم الناس اللي بيحبوا الحاجات البحري بيعرفوها. دي مش الجندفل ولا بلح البحر، دي حاجه اسمها ام الخلول. هنعملها دلوقتي بطريقتنا، بطريقتي انا والبنات اللي بنحبها، بنحبها بالطريقه دي. مكوناتها ايه؟ ام الخلول وليمون وشويه ملح وكمون وفلفل اسود، لو حابه شطه اختياري، حابه ثوم اختياري، حابه فلفل اخضر برضو ده اختياري. يعني في ناس بيعملوها على طريقه غير اللي انا بعملها، ناس بتعملها بطريقه يقطعوا الفلفل الاخضر والثوم ويشوحوه الاول في الزيت، وبعدين بينزلوا عليهم الخلول تفتح، وبعد كده ينزلوا بقيه الحاجات دي. لكن انا مش بعملها بالطريقه دي بصراحه، مش بنحبها كده، انا بحبها بالطريقه اللي انا هعملها قدامكم دي. حاجه مهمه عايزه اقولها قبل ما اعمل ام الخلول، ام الخلول دي انا كنت غسلاها كتير، اعطاها في الميه عشان بيبقى فلبها رمل، ده فلبها رمل. يمكن مش عارفه اهون الرمل باين، اهون الرمل باين، الرمل باين اهون في ده عشان غسلتها. انا اعطاها في الميه الاول كتير، وبعدين حطيت في الميه المصفى صفيت بيها ام الخلول علشان خاطر ما فيش يبقى فيها رمل وتبقى غلط على صحتنا. هنتابع يعني الخطوات واحده واحده، تابعوني. بعد كده بنحط الطاسه بتاعتنا اللي فيها ام الخلول، وبنزل بيها الزيت بيها حلوه كده محترمه عشان تفتح فيها الزيت، لان احنا هنعمل منها كمان شوربه، شوربه ام الخلول. انا هعمل كميه صغيره دلوقتي، هعمل كميه بالفلفل عشان تشوفوا الطريقتين، هوريكم الطريقتين معايا. بعد ما لازم اتاكد ان الزيت بتاعي سخن عشان اول ما احط ام الخلول تفرقع معانا، تفشر معانا كده زي الفشار كده. ام الخلول بقى الزيت زي ما انتم شايفين كده، احاول افردها، معلش بنت الكبد عشان خايف من الزيت اتفرقع. وانا هوريكم بقى بتتعمل ازاي. خلاص انا حطيت الكميه اهو اللي هعملها. بقلبها في الخلطة، بفتح الكشار زي ما انتوا شايفين كده، بحاول اقربها لكم بس كده ثواني. فتحت معايا ام الخلول، فتحت معايا، بحاول في كل حباية اتأكد انها فتحت في الزيت. بهدي النار، بجيب الليمون، الملح، بعصر عليها ليمون وبسيب الليمونة فيها، وبجيب الملح والفلفل الأسود بتاعنا، بنضيف بهارات حلوة كده عشان هنعمل منها شوربة. وبعدين بجيب من المية كوباية مية، كوباية مية عشان أعمل منها الشوربة بتاعتي، بتأكد إن هي روايحها طلعت كده، وبحط كوباية المية كمان شوية. لو انا عايزين شوية مية بنحط على حسب انتي ما بتحب المية بتاعتك. المية دي هي اللي بنغمس منها مع ام الخلول بتاعتنا، هنغطيها وبعدين اوريكم منظرها هيبقى عامل ازاي. احنا جبنا اللي غطيناها عشان تعمل كمية الشوربة معانا، زي ما انتوا شايفين، شايفين الشوربة بتاعتها تحفة. اجيب معلقة وادوقها، شوف عايزين ملح، محتاجين حاجه، شايفين الشوربه. انا هقول لك حاجه بس في الشوربه، الشوربه بتاعتها دي شوربه ام الخلول اللي لازم ناكل بيها العيش، وعيش بلدي. هدوقها، ما شاء الله طعمها تحفه جميله. اول ناس العشاق ام الخلول هيعرفوا الكلام ده. هعمل لكم الوصفه الثانيه، وهنحط دي في طبق ونغرفها ونجيب الوصفه الثانيه. المكونات الطبق الثاني من ام الخلول بقى هوريكم، علشان بنتي طلبت مني ان انا اعمل لها المكون الثاني ده،
عشان هي بتحب الفلفل. انا بعمل الثوم، فصين الثوم عشان يبقى مره واحده، فصين الثوم معانا فلفل الوان، فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر، والخلول اللي فاضله معانا، وبرده بهاراتنا اللي هي الملح والكمون، اهم حاجه الكمون، والشطه دي شويه شطه اختياري برده مش حاميه كتير قوي برده عشان خاطر فيه هنا فلفل حامي. وطبعا دي اللي هي الطبق بتاعنا اللي احنا عاملينه الاولاني. هنعمل بيه ايه؟ هنروح على البوتاجاز نشوح او نحاول نصفر، يعني ندبل ايه الفلفل بتاعنا ده علشان ما يبقاش مقرمش، لان احنا مش بنحب الحاجه المقرمشه او بصراحه في الطعم. على البوتاجاز وهجي لكم تاني. على البوتاجاز بقى بحط الزيت، حطيت الزيت بنزل بالثومه بتاعتي بالفلفل الاول، واديله تفتيحه حلوه كده. معلش بنتي خايفه قوي من النار، معلش هدي شويه عشان خاطرها. بحاول اشوح الفلفل بتاع الالوان ده كده. عايزه تحطي بصل اخضر ماشي، عايزه تحطي اي حاجه انت حباها بقى في الطبق ده. تمام، طيب احنا كده بنشوح بتاع الفلفل زي ما انت قلت لي، هو قلت لكم هو الالوان ده. بنزل بقى بالام الخلول، بسيبه في جنب اهو، بنزل في ام الخلول بقى اللي هي فاضله معانا دي، ام الخلول اللي فاضله معانا بنزل بقى بفتح. طبعا لحد دلوقتي لا حطيت لا ملح ولا ليمون ولا اي حاجه. ليه بقى؟ لو احنا حطينا كده الملح والليمون بيعمل بيوقف فتح ام الخلول معانا، ما يفتحش الحلقه ما بتفتحش. انا وراكم اللي بتفتح اهي، يعني علشان انها حاميه والكلام ده، بسيبها تفتح معايا شويه، لازم تفتح معانا علشان اعرف انزل عليها بالفلفل بالكمون والملح والليمون. لو انا نزلت عليها بالملح والكمون دلوقتي مش هتفتح معايا، ومش هعرف اخد من قلبها اللي انا عاوزاه. عايز اقول لكم ريحه، الريحه جميله جميله جميله، ريحه الثوم. انا بعشق ريحه الثوم قوي على فكره، يعني انا من عشاق الثوم يعني بصراحه، يعني الثوم ده عندي مفضل في كل اكلاتي بصراحه. دقه ممكن اكل عشان الثوم، يعني اي حاجه عشان الثوم كده. والثوم مفيد جدا كمضاد حيوي، يعني والله العظيم ربنا خلق لنا حاجات طبيعيه موجوده عندنا في البيت وببلاش. زي ما قلت لكم انا بحاول برضو اقلب، ما اسيبش اي حاجه فيها الا ما افتحها، وبعد كده اقوم جايبه الفلفل الالوان بقى مع ام الخلول دي. جوزها يحب الوصفه دي على فكره، انا اول مره اعملها عملتها معاكم اهي، دي اول مره اعملها. انا بعملها بالجمبري كده، يعني انا بعمل الجمبري كده بصراحه، فاول مره اعمل ام الخلول عشان احنا بنحب نغمس بها، يعني احنا عندنا دي عش 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 يعني. عايزاكم والله تجربوها وتقولوا لي رايكم. الناس اللي ما بتحبش ام الخلول تجرب ام الخلول دي اللي انا عاملاها دي. انا بحاول افتح كل حاجه فيها، بحاول اوصلها للنار. فتحت يعني طازه، فتحت يعني صاحيه. اما تشتري من الخلول ما تشتريش اللي عليها ملح، تقولي انا عايزه الصبحه الطازه بتاعتك. بعد كده خلاص بنزل بالكمون بتاعه والفلفل الاسود والبهارات والملح وكل حاجه اهي، بنزل بيها برده. هنعمل لها بشوربه، شوربه صغنانين علشان احنا بنحب نغمس. وبرده بنزل بالليمون، اهم حاجه الليمون بتاعنا، بنزل بالليمونه بتاعتي. وبعدين شويه الميه الصغيرين مش كتير. عايزه اقول لكم طعمها، انا بعمل الجمبري بقى كده بصراحه، انا بعمل الجمبري كده، انا اول مره اعمل المحروس كده، انا بعمل الجمبري كده بالطريقه دي. دي عايزه اقول لكم شكلها الوانها تحفه، الالوان شكلها جميل قوي بصراحه. هغطيها برضو ونرجع تاني لكم، هغطيها وارجع لكم تاني عما تاخد بس وتدي مع نفسها كده شويه. نغطيها بقى ونرجع. واحد اتنين تلاته، خلاص احنا كده. واحد اتنين تلاته عشان خاطر بنتي خايفه من النار، بقول لها واحد اتنين تلاته. بقت طعمها شكلها الوانها تحفه، الالوان تحفه. هندوق الشوربه حكايه، طعمها جميل قوي. ادوق منها معلش، هتتهبل من الريحه والجمال والطعم والحكايه.
خلاص احنا كده خلاص هي كده استوت معانا وبقت جميله. بيتنا النهارده كانت شوربه ام الخلول اللي هي العاديه جدا اللي انا بحبها دي، والوجبه الثانيه اللي هي فيها الفلفل والالوان. عايزه اقول لكم منها هتنتحر جنب مني عشانها، عشان اللون من واحده بس عشان هنتحر بصراحه انا اكل واحده. جميله، والرمل فيها مش متشال منها، بناكل قلبها ونسيبها كده زي ما انتم شايفين. محدش ياكل القشره يا جماعه، بناكل القلبها. دي تحفه، عايزه اقول لكم هي دي مش شوربتها مش كتيره زي دي. دي هنغمس منها وده هنغمس منها، والف هنا وشفا على قلبكم، ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا بالفيديو الجميل ده. في حاجه مهمه عشان محدش يمد ايده في الطبق، بنعمل ايه؟ نجيب شويه عشان برضو انت مثلا، هنجيب شويه كده من الطبق ده مثلا، كده ويبقى ايه التغميس ده، التغميس ده اللي بيتغمس منه، والشوربه اللي بنغمس منها بالشاي بالعيش اهو، ودي اللي بنحل بناكل معاه. والف هنا وشفا. طبعا اهم حاجه، اهم حاجه العيش الاسود البلدي، العيش بتاعنا البلدي. دي ما بتتاكلش يا حبايبي بالعيش ابيض ابدا، جربوها بالعيش الاسود ملوش حل. وبصل اخضر بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصل لكم مني كل جديد، والتحيه مني لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.